الأعمال، هو ماشي المبادرة الأولى والعملية الأولى المشاركة اللي عملناها مع المكتب، ولكن نظرا للنجاح العمليات السابقة قررنا باش تكوين المضيفات والمضيفين تاع الملكة المغربية يدوز عبر المكتب، وكذلك هذا هو النتيج على البرنامج تحليل إعادة الهيكلة لخطوط الملكة المغربية، لأن كما كتعرفوا الخطوط الملكة المغربية هي اللي كانت تقوم بتكوين وتدريب المضيفات والمضيفين لخطوط الملكة المغربية. من هذا اليوم جميع المضيفات والمضيفين لخطوط الملكة المغربية سيخرجوا يعني من المؤسسات التعليمية من المكتب. شكرا جزيلا.